أحيانا الواحد منا إحنا بشر نضعف أحيانا في بعض المواقف، لما نسمع نباح صياح صخب يجتمعون علينا يتكالبون علينا، لعل بعضنا يتهزهز شوية يضعف، يقول ها يعني أتقدم هالخطوة لو ما أتقدم يمكن تصير لي مشكلة، يمكن كذا يصير، فيها ذهاب نفسي، تلف روحي. في هذه اللحظة تأسى بنبيك، يكفي التوكل على الله حتى وإن حاربت العرب أجمع. إذا كنت على حق فمما تخاف؟ يكفي التوكل على الله وإن حاربت الأقوام والأمم أجمع. المهم أن تقول كلمة الحق وأن لا تخشى في الله لومة لائم، والله ناصر.